ها هو نتنياهو يمسح الضفة الغربية من الخريطة ولا يراها ولا يرى 3 مليون فلسطيني يعيشون فيها. هذا ليس عبثاً ولا أمراً عابراً، إنها عقيدة متأصلة في عقول قادة الاحتلال ومستوطنيه. فعند الحديث عن الضفة الغربية لا نستطيع فصلها عن العقيدة اليهودية التي تسمى في توراتهم يهودا والسامرة، فهي ليست مجرد أسماء جغرافية، إنها رموز دينية وتاريخية تعود إلى آلاف السنين. دعونا في البداية أن نفصل الاسم الذي يطلقه الاحتلال على الضفة الغربية حتى نفهم نظرتهم إليها. فيهودا والسامرة هو مسمى ذكر في توراتهم ويعيدهم إلى زمن الهيكل الأول. تقول كتبهم الدينية أن سامرة كانت موطناً للعديد من الأنبياء والتقاليد الدينية، مثل النبي إيليا وإليشع الذين عاشوا وعملوا في هذه المنطقة بحسب معتقداتهم طبعاً. تضم السامرة بحسب العقلية الصهيونية الجزء الشمالي من الضفة، ينظرون إليها على أنها مركز مملكة إسرائيل القديمة، وعاصمتها مدينة السامرة التي تسمى اليوم سباستيا. تضم منطقة السامرة بحسب معتقداتهم مدناً فلسطينية كبرى مثل جنين ونابلس وطول كرم، بالإضافة إلى العديد من القرى العربية. أما منطقة يهودا فهي تعتبر مركزية في التوراة ومنطقة جغرافية تحمل أهمية دينية كبيرة في اليهودية، تشمل مدينة القدس التي تضم باعتقادهم الهيكل المزعوم، إضافة إلى مدن الخليل بيت لحم، بيت جالا، بيت ساحور وأريحا. على الرغم من أن هذه التقسيمات الجغرافية للضفة الغربية في العقل الصهيوني تعود لآلاف السنين، إلا أنها لا تزال حاضرة في مخططاتهم ومتأصلة في معتقداتهم. تصف التوراة هذه المناطق بأنها جزء من الأرض الموعودة، ويعتبر هذا الوصف أحد المفاهيم المركزية في العقيدة اليهودية الدينية. تعود قصة الأرض الموعودة إلى سيدنا إبراهيم، وفقاً لما تقوله توراتهم، قطع الله عهداً مع سيدنا إبراهيم ووعده بمنحه وذريته أرض كنعان التي تعرف اليوم بفلسطين لتكون لهم ولأجيالهم. جاء في سفر التكوين في توراتهم المحرفة في ذلك اليوم، قطع الرب مع إبراهيم ميثاقاً قائلاً: لنسلك أعطي هذه الأرض من نهر مصر إلى النهر الكبير نهر الفرات. إذن فالمسألة لديهم عقادية ومتأصلة في كتبهم الدينية المحرفة كما نعرف. لذلك نرى أن بعض التيارات الدينية اليهودية تستغل هذه القضية وتنطلق منها للسيطرة على كامل أراضي ما يعرف بيهودا والسامرة، يكمل السيطرة على كامل فلسطين ويحقق وعد الله لهم كما يقولون. على الصعيد الاستراتيجي اليهودي، فالضفة الغربية تشكل عمقاً أمنياً وعسكرياً، فموقعها الجغرافي المرتفع يمكن الاحتلال من السيطرة على معظم الأراضي المحيطة بها، ما يعطي إسرائيل تفوقاً دفاعياً. إضافة إلى ذلك، تعتبر الضفة الغربية منطقة غنية بالموارد الطبيعية وخاصة المياه. لذلك نلمس في أقوال زعماء اليهود تمسكهم بهذه الأراضي، وتلمس في كلامهم استحالة تخليهم عنها. فهذا بن غوريون أول رئيس وزراء للاحتلال قال قبل 87 عاماً: لا يمكننا التخلي عن أرض إسرائيل كاملة، إنها ملك لنا عبر العصور. كما كان يشدد دائماً على أن الأراضي التي تعتبر اليوم الضفة الغربية جزءاً من أرض الميعاد للشعب اليهودي. وانتقلت هذه المعتقدات عبر أجيال الصهاينة، فنلمسه في خطب زعماء الاحتلال اليوم. فنتنياهو يؤكد أن إسرائيل لن تتخلى أبداً عن السيطرة الأمنية على المنطقة الواقعة غرب نهر الأردن، معتبراً أن التواجد في الضفة الغربية ضروري لضمان أمن إسرائيل. أما وزير المالية الإسرائيلي الحالي بتسئيل سموتريتش فيحمل رؤية متشددة أكثر للضفة الغربية، إذ وصف الفلسطينيين بأنهم أعداء وجوديون لإسرائيل. هذا هو العقل الباطن لقادة الاحتلال منذ تأسيس كيانهم، هذا ما يؤمنون به، هذا ما يبنون قراراتهم وخططهم عليه. وإذا ما نظرنا إلى واقع الضفة اليوم سنجده مطابقاً لما ذكرناه. على مدار عشرات السنين يطبق الاحتلال خطته لابتلاع الضفة عبر تعزيز الاستيطان، فهنا يصادر الأرض ويطرد أهلها، وهناك يهدم البيوت، وفي مكان آخر يقيم بؤرة استيطانية، وفي منطقة أخرى يوسع مستعمرة يهودية. كل ذلك عبر خطة مدروسة تسعى لتحقيق هدف كبير، هو خلق واقع جديد على الأرض يصعب من عملية الانسحاب أو التفاوض حول هذه الأراضي في المستقبل. لم يكتفي الاحتلال بهذه الخطط،
فإلى جانبها هناك سياسات تهدف إلى تهجير سكان الضفة الغربية، سواء بشكل مباشر من خلال هدم المنازل والاستيلاء على الأراضي، أو بشكل غير مباشر عبر تضييق سبل العيش عليهم وجعل حياتهم جحيماً لا يطاق عبر تقطيع المدن بالحواجز والاقتحامات وخلق واقع من الرعب يدفع السكان للرحيل بحثاً عن حياة أكثر استقراراً وأماناً بهدف إفراغ الأرض وتحقيق الهدف الأكبر وهو ضم الضفة والسيطرة الكاملة. لذلك فجوهر المعركة في العقيدة الصهيونية هو الضفة الغربية. أما بالنسبة للفلسطيني الثابت عليها فمن حقه أن يتبادر إلى ذهنه تساؤلات كثيرة. ماذا عن حلم الدولة الفلسطينية؟ ماذا عن مفاوضات السلام التي أضاعت سنوات طويلة من عمر هذا الشعب؟ ماذا يفعل الفلسطيني أمام كل هذه المخططات؟ والجواب واضح وضوح الشمس، كل الطموح الفلسطيني يتعارض بشكل جذري مع الفكر الصهيوني، كل الوعود التي أعطيت للفلسطيني أوهام، فقد سقط القناع عن الوجه الصهيوني. فالضفة بالنسبة للفلسطينيين هي أرض وطنية لا تتجزأ عن كامل تراب فلسطين التاريخية ويستطيعون تحريرها. أما بالنسبة للصهاينة فهي أرض الآباء التي يجب الحفاظ عليها بأي ثمن، فالقضية لا تقبل القسمة على اثنين، وما وهم السلام الذي صنعوه لنا وللعرب ما هو إلا سراب ركض خلفه الغافلون، فتاهوا وسقطوا وأضاعوا الدولة التي طالما حلم بها الكبار والصغار.